تبلغت إليك الأوامر الصادرة بالصمود. ادعى العدو أن السويس احتلت. هل احتلت السويس؟ لم يتمكن العدو من احتلال السويس ودمر جميع دباباته التي حاولت دخول السويس، وتمسكنا بالسويس وظلت صامدة ولم ينل منها العدو أبدا. كانت قوات بدر تحت قيادتك حول 50,000 بأسلحتها ومعداتها. هل حافظت على المعدات والأسلحة؟ حافظت على جميع معداتي وأسلحتي، وقاتلت العدو ورديت على جميع اشتباكاته بعنف، وطورت الهجوم وعدلت مواقع وكسبت أراضي جديدة. في لحظة من اللحظات حين تصور العدو أنه قد حاصركم وقطع عنكم الإمداد، أصدرت أوامري للقائد العام بأن تبقوا في أماكنكم حتى ولو فنيتم. هل حافظت على أبناء الجنود والضباط؟ حافظت على الجنود والضباط وصمدنا ولم يستطع أن ينل منا العدو، وكان في جميع اشتباكاته معنا ومحاولاته هو الخاسر، كان يخسر أكثر مما خسرنا، ونتيجة لهذا لم يجرؤ العدو على أن يقوم باقتحام مواقعنا بعد أن كبدناه خسائر جسيمة. عاد أبناء الجنود والضباط إلى أسرهم في أجازات. أي فندم، عادوا وخدوا أجازات جميعا تقريبا. للجيش الثالث اللي قيل عنه انه محاصر، ولقائده احمد بدوي الذي رقيته وهو في الحصار قائدا للجيش. للجيش الثالث الذي حمى السويس. للجيش الثالث الذي صمد وضرب اروع امثله البطوله والفداء والصمود، ولقائده أحمد بدوي له تقديري وتقديركم جميعا تعبيرا عن تقدير الوطن كله.